هتكلم معاكم النهاردة عن الدرف اللي من غير مقبض. أنا المهندس رامي الخشاب، متخصص في المطابخ. في ناس كتير قوي حابة إن يكون الدرف بتاعتها ما فيهاش المقبض التقليدي بتاعنا اللي إحنا دايماً بنشوفه. فعندنا مثلاً حاجة زي كده، المقبض ده بيركب في العلب اللي هي السفلية اللي هي من تحت، بيبقى بقدر أحط إيدي كده عشان أشد الدرفة، تمام؟ بس ده بيركب في العلب السفلية بس. في حاجات تانية بتركب للعلب العلوية زي مثلاً ده كده، المقبض ده كده بيبقى باين وظاهر برضو، وبمسكه من هنا. المقبض ده أقدر ألونه أقرب لون للدرفة بتاعتي، يعني حسب اللون الدرفة بتاعتي أقدر ألونه للون المقارب ليه. ونقدر برضو نفس المقبض ده يبقى ينفع للعلب السفلية. في طريقة تانية برضو بتخليني ما يبقاش فيه مقبض، اللي هو التاتش زي كده. في معلومة مهمة قوي الناس لازم تعرفها، ان الدرف التاتش ما ينفعش معاها السوفت كلوز، يعني ما ينفعش اقفل معاها بطريقة السوفت كلوز، ده مختلف عن ده. انما طريقة المقبض اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هو بيبقى مستخبي شوية، ده اقدر افتح الدرف او اقفلها بطريقة السوفت كلوز. عايزين برضو نعرفكم طريقة السوفت كلوز عشان لو الناس مش عارفة، ان انا بفتح الدرفة كده وانا بقفل بسيبها هي تقفل لوحدها كده برضو. ده بيخلي الدرفة مترزعش، يعني ما تخبطش في العلب بتاعتي فما تعملش صوت، وبرضو تبقى طريقتها سهلة في القفل. في طريقة برضو لفتح الدرف العلوية زي كده، ده بيبقى دراع، ده برضو عاملاه شركة بلوم، ان هي يفتح الدرفتين مع بعض. بلوم برضو عملت لنا طريقة اسهل بكتير كمان، ان انا فتح بالكهرباء، يعني افتح الدرفة بالكهرباء زي كده. لما باجي اقفل اقفل برضو من هنا. وبكده نكون ردينا على اسئلتكم في موضوع الدرف اللي من غير مقبض تقليدي. زي ما قلنا ان في كذا طريقه وكذا نوع، في طرق المقبض اللي هو الالومنيوم، بيبقى عود الومنيوم وبيتقطع على حسب مقاس الدرفه، وده ممكن نلونه على حسب لون الدرفه او اقرب حاجه للون الدرفه، دي حاجه. وفي طرق تانيه اللي هي زي ما قلنا التاتش. وبلوم برضو عامله لنا حاجه سهله، ان انا اقدر افتح الدرفة بتاعتي تاتش بالكهرباء، ان انا ادوس عليها فهي بتفتح لوحدها، وبدوس عليها برضو بتقفل لوحدها. عايزين بس نوضح حاجة، اخر حاجة نقدر نوضحها في موضوع المقابض الغير تقليدية، ان طريقة التاتش بتمشي مع جميع انواع المطابخ، يعني اذا كان كلاسيك اذا كان مودرن ده يقدر يمشي مع كله، انما الموضوع المقابض انا من وجهة نظري ان هو يمشي مع المودرن بس.